هارد لك الخسارة، شلون شفت المباراة اليوم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أحب أشكر الإخوان في نادي القادسية والاتحاد وعلى رأسهم الاتحاد الآسيوي على هالبطولة الحلوة والتنظيم الحلو، والحمد لله على كل حال ربنا رادها إن احنا نخسر، ونقول مبروك حق الخليج، لعبوا مباراة كبيرة ماراثونية وربعنا كانوا رجال في الملعب وما قصروا الحمد لله لك. رايك في التنظيم اليوم، اجواء البطوله، الجماهير؟ التنظيم انا قلت لك انا عشان كذي شكرتهم على التنظيم الرائع. يعني اوصف لنا الجمهور، يعني شلون شفت الجماهير، يعني حماس الجماهير داخل البطوله؟ هو الجماهير طبعا انا من بدايه البطوله قلت هذه الجماهير جماهير الخليج فاكهه البطوله، مبروكين يستاهلون، والجايات ان شاء الله.